فضيلة الشيخ، من يقول إن المواطن أخ للمواطن سواء كان كافراً أو يهودياً أو نصرانياً متى كانوا في وطن واحد وهم إخوة وطن، لأن الله قال عن شعيب عليه السلام: وإلى مدين أخاهم شعيبا وهم لم يؤمنوا بعد وإنما إخوة وطن، وهذا في القرآن كثير، هل هذا قول صحيح؟ هذا كلام جاهل، هذا كلام جاهل مركب والعياذ بالله. الكافر ليس أخا للمؤمن، الكافر ليس أخا للمؤمن إلا إن كان في النسب، أخوه في النسب، هذه أخوة نسب ليست أخوة دين. أما أخوة الدين فلا تكون إلا بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أما المؤمن والكافر فليس بينهم أخوة، وإنما بينهم عداوة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخوة المودة لا تكون إلا بين المؤمنين، ولا تكون بين المؤمنين والكفار. وإذا كان الكافر يعيش في بلاد المسلمين فإن كان له ذمة أو أمان أو عهد من المسلمين فإنه له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين بموجب العهد والأمان والذمة، لا يجوز الاعتداء عليه ولا ظلمه. ولكن ليس هو أخا للمؤمنين بل هو كافر، لكن يصان عهده ويصان أمانه وذمته من الوفاء. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لا يجوز الاعتداء عليه. لكن ليس معنى هذا أننا نحبهم، وإنما نفعل هذا من باب الوفاء بالعهود وبذمة المسلمين، لأن هذا موجب العهد والأمان والذمة. وأما المحبة فلا تجوز إلا بين المؤمنين، ولو كانوا يسكنون معنا فلسنا نحبهم، ولكننا لا نعتدي عليهم ولا نظلمهم، لأنهم دخلوا بلادنا بموجب العهد والأمان والذمة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أبلغه مأمنه ما دام في بلاد المسلمين لا يعتدون عليه حتى يخرج إلى بلاد الكفار، هذا من الوفاء في الإسلام. وأما الأخوة الدينية فإنما هي بين المؤمنين. وأما قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى عاد أخاهم هودا، المراد بالأخوة هنا أخوة النسب، أنه من قبيلته، أخوة نسب وليست أخوة دين. نعم.